يستمر مسلسل تجاوزات الميليشيات ضد المواطنين الأبرياء، حيث قام عناصر من الميليشيات الإرهابية ومن خلال نقاط استيقاف متحركة لهم في مدينة ترهونة والمناطق المجاورة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عمليات اختطاف موسعة على الهوية لعدد من أبناء مدينة ترهونة. مصادرنا من داخل المدينة ذكرت أن عدد المختطفين من أبناء ترهونة على يد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة في هذه الواقعة قارب 1000 مختطف، ولم يتم معرفة الأماكن التي احتجزوا فيها إلى الآن. عميد جامعة الزيتونة بترهونة الدكتور عبد الفتاح المالطي ورفيقه الأستاذ أحمد مسعود المسجل العام للجامعة هم من بين المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم إلى هذا اليوم، وقد تم اختطافهم أثناء مرورهم من مدينة سرت في نوفمبر الماضي من قبل ميليشيات مصراتة المسيطرة على المدينة آنذاك. مصير مجهول لأكثر من 900 مواطن من أبناء مدينة ترهونة اقتادتهم الميليشيات الإرهابية إلى وجهة غير معلومة، ولا معلومات عنهم حتى هذه اللحظة في الوقت الذي ترتع فيه هذه الجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين بالمنطقة الغربية وتطال جرائمهم وانتهاكاتهم حرمات الأهالي الآمنين دون رادع أو رقيب يوقفهم عند حدهم.